يا باشمهندسين، بعد ما اخدنا الجزء النظري هنبدأ نحل بقى مع بعض مسائل، تمام؟ بحيث ان الفكرة نفسها تثبت في دماغ الجزء النظري ده. ده عاد الجزء النظري اللي الدكتور شرحه في المحاضرة، عدينا عليه بسرعة من الكتاب بتاع دكتور مشهور غنيم، وهنبدأ نحل مسائل دلوقتي. ادي اول مسألة عندي هنا، بيقول لك في الاكزامبل ده، تمام، اللي هو 2-11، بيقول لك reinforce concrete cross section is subjected to bending moment of a factored load، تمام، اللي هو 400 كيلو نيوتن على المليمتر. يعني ايه بندنج مومنت وفاكتورد فاليو دي يا باشمهندس؟ فاكتورد فاليو يعني قصده الام التيمت. يبقى هو هنا مدينا الام التيمت قيمتها 400 كيلو نيوتن في المتر. كلام جميل، كلام جميل جدا. ايه تاني اداهولنا؟ جيفن، عشان يبقى كل الجيفنز في المساله عندي موجوده. فالجيفن هنا بعد كده راح طالب، بعد كده راح مديني هنا البيم ويتس عرض الكاميرا، فراح مديني عرض الكاميرا ب 200، ومديني الاف سي يو والاف في. يبقى انا عرض الكاميرا عندي ب 200 مللي متر، ومديني الاف سي يو، ومديني الاف ايه الاف في. تعال نبص كده، الاف سي يو اديها لك بكام، والاف في اديها لك بكام؟ الاف سي يو ب 30 والاف في ب 280. يبقى الاف سي يو 30 طبعا نيوتن على الملي متر مربع، وهنا الاف فيلد ب 280 نيوتن على الملي متر مربع. طيب دي الحاجات اللي هو اداها لي، وبالتالي لازم ابدا اشتغل. طيب ابدا اشتغل ازاي؟ انا كل اللي عليا او كل اللي مطلوب مني حاليا ان انا اعمله، تمام، ان انا ابدا يا باشمهندس اعرف ايه المجاهيل اللي عندي. هو طالب مني ان انا اصمم المساله دي، فالمساله دي انا معايا البي ب 200 ومعايا المومنت ب 400. يبقى اذا المجهول عندي في المساله دي هو الدي، ومجهول عندي كمان في المساله دي الارياستي. كده انا عندي مجهولين اللي هو الدي والارياستي. وهو الراجل هنا بيقول لك لو سمحت صمم لي من الايه باستخدام الكيرفات اللي هي الار 1 والايه والاوميجا. ار 1 والايه والاوميجا، تمام. بعد ما جبنا الار 1 والاوميجا، او عايزين نستخدم الكيرف بتاع الار 1 والاوميجا، هنستخدمه ازاي؟ ده منظر الكيرف بتاع الار 1 والاوميجا. فانت هنا عشان تستخدم هنا كده هتخش بقيمه الار 1، تمام، تخبط تحت تجيب مين؟ قيمه الاوميجا. فدي المعادلات ان انت هتحسب الار 1. الار 1 عشان تحسبه هو عباره عن الام التيمت على الاف سي يو في البي في الدي سكوير. هل انت كده هتعرف تحسب الار 1؟ الاجابه لا، مش هعرف احسب الار 1. ليه؟ لان في عندي مجهول اللي هو مين؟ الدي سكوير. طب هل اعرف احسب القصه بتاعه الاوميجا؟ طب الاوميجا دي عشان احسبها واخش اعوض فيها، تمام، هحتاج الاف سي يو والاف ايه والاف يلد والبي والدي عشان اعرف احسب بس الاوميجا، واحتاج كمان الاريا ستيل، تمام. فانا مش عارف احسب اي حاجه، فهنا بنلجا ان احنا نعمل ايه؟ لازم نستخدم ايه؟ الفرض. طب الفرض اللي احنا قلنا عليه قال لك اول فرض ممكن افرضه ان انا افرض قيمه الميو. فانت هتفرض قيمه الميو بتاعتك بواحد من 100، فلو الميو بتاعتك بواحد من 100 ممكن تجيب الاوميجا. الاوميجا دي هي عباره عن الميو في الاف فيلد على الاف سي يو. يبقى الاوميجا بتساوي الميو في الاف فيلد على مين؟ على الاف سي يو. تعالى نحسب الحسبه دي كده عشان نقدر نجيب الاوميجا. لو انا جيت بحسب كده، ادي الواحد من 100 في ال 280 على 280 دي اللي هي الاف فيلد على الاف سي يو اللي هي 30، هيطلع بالرقم ده. الرقم ده اللي هو كام؟ يبقى انا قيمه الاوميجا عندي، قيمه الاوميجا عندي طالعه بعلامه، لحظه واحده عشان نشوف الرقم بالظبط اهو، علامه 093. علامه كام؟ 0 ايه 93. علامه في الصفر الاول اهو. طيب كل اللي هتعمله ان انت هتروح داخل كده بقى في الكيرف بتاعك، ادي الكيرف بتاعي اهو، اروح داخل بعلامه 093، هتلاقي ان الرقم علامه 08 وده علامه 10، يعني التسعه هو الرقم اللي هنا ده. فلو خبطت تطلع الار 1 تقريبا بكام؟ بسبعه من ايه؟ من 100. سبعه من ايه؟ من 100. يبقى انا كده جبت قيمه مين؟ الار 1. فهو دخل اهو زي ما انا قلت لك، جاب قيمه مين؟ جاب قيمه الار 1. فطلعت ان الار 1 بتاعته بكام؟ الار 1 بتاعته طلعت بالقيمه اللي قدام سيادتك دي كده، اللي هي 7 علامه 0 ايه 4. فهو هنا كده دخل بالاوميجا جاب قيمه الار. بعد كده بمنتهى البساطه هتبدا بقى، انا معايا الار، لو انت معاك الار 1 تعرف تعوض لي في المعادله اللي قدامك دي عشان تجيب مين؟ عشان تجيب الدي. قال لك سهل جدا، لو انا كتبت
لو انا جيت كده كتبت اهو، يلا بينا بقى. لو انا كتبت، انا بقول لك الكومون بتاع الار 1، قول لي كده الار 1 هتساوي مين؟ هتقول لي الار 1 هتساوي الام التيمت. بص لي على القانون، القوانين دي جيفن مش محتاج ان انت تحفظها، القوانين دي جيفن مش محتاج ان انت تحفظها. الار 1 ام التيمت على الاف سي يو في البي في الدي سكوير، على الاف سي يو في البي في الدي سكوير. يلا بينا نعوض. الار 1 لسه جايبينها، اللي هي القيمه اللي طلعت من الكيرف اللي هي طالعه كام؟ علامه 0 7 4. يبقى انا هاجي اكتب هنا علامه 0 7 4 واجي اكتب قيمه الام التيمت. الام التيمت كانت ب 400، والاف سي يو كانت ب 30، والبي كانت ب 200، والدي سكوير هي دي المجهول اللي عندي. لحظه واحده بس من فضل سيادتك، قبل ما تبدا تكمل حساباتك لازم الوحدات تبقى متناسقه. فهنا بالنيوتن على المليمتر مربع، ده وحدته نيوتن على المليمتر مربع، وده بالمليمتر، وده هيبقى بالمليمتر. يبقى اذا المفروض اللي فوق ده يتضرب في 10 اس 6. ليه في 10 اس 6؟ عشان هو وحدته كيلو نيوتن في المتر، فعشان تحول من كيلو نيوتن لنيوتن هتضرب في 10 اس 3، ومن متر لمليمتر هتضرب في 10 اس 3. يبقى اذا يلا بينا بقى نعوض بالاله الحاسبه بتاعتنا، وركز بقى معايا بنستخدم الاله الحاسبه ازاي. انا هعمل كده واكتب 400 في 10 اس 6. الكلام ده يتقسم على 400 في 10 اس 6 يتقسم على 30 في 200 في 0 علامه 0 7 4. الكلام ده هو بيساوي الدي سكوير. يعني لو خدت الجذر بتاع الانسر ده هيطلع لك ان الدي بتاعتك، الدي بتاعتك طلع تقريبا ب 900 ومش عارف كام كده، اهي الدي بتاعتي طلع ب 949. 949 باين ولا 94، 900 كام؟ 49. تيجي تبص عليها هنا كده تلاقي هو عمل نفس القصه بالظبط، طلع بكام الدي؟ 949. بمنتهى البساطه بعد ما جبنا قيمه الدي اللي هي طالعه ب 949، ايه اللي باقي لي تاني كان طالبه في المساله؟ كان طالب ان انا احسب قيمه الاريا اس او الاي اس. طب احسب الاي اس ازاي؟ اروح جاي هنا كده اعوض في القانون اللي قدام سيادتك ده. اي اس بتساوي الاوميجا في الاف سي يو على الاف يلد في البي في الدي. الجزء اللي هناك ده لو كان عندك نورمال فورس، وانت ما عندكش نورمال فورس فانت هتعوض في الجزء الاولاني بس، اللي هو الاوميجا في اف سي يو على الاف يلد في البي في الدي. تعالى بقى كده نكتب القانون عشان نعوض فيه اهو. اي اس هتساوي اوميجا في اف سي يو على الاف يلد في البي في الدي. الاوميجا كنا جايبينها بكام؟ هتلاقينا جبناها في خطوه في المساله قبل كده، اللي هي الاوميجا كانت علامه 0933، علامه 0933. اف سي يو كانت بكام؟ كانت ب 30. اف يلد كانت بكام؟ كانت ب 280 باين. والبي، البي كانت جيفن في المساله ب 200 في الدي. اعوض بالدي دي اللي هي اللي احنا لسه مطلعينها اللي هي كانت 849، ولا استنى اما اخليها اقول ان الدي تقريبا هتساوي 950 وان التي هتطلع ب 1000؟ يعني اعوض بالقيمه بعد التقريب ولا قبل التقريب؟ قال لك الافضل تعوض بالقيمه قبل التقريب، يعني الدي هنا هتساوي الرقم ده 949. يبقى انا بعوض بالقيمه قبل ايه؟ قبل التقريب. اضرب بقى الارقام دي كلها في بعضها هيطلع لي ان هنا القيمه بتاعت الاس ادي اهو، علامه 093 في ال 200 في 294 في ال 30 على كام؟ على ال 280. تمام، هيطلع لك القصه بتاعتك كلها. طلعت معايا الاريا ستيل بتاعتي كام؟ 1899. يبقى انا جبت كده الاريا ستيل وادي الدي والدي. كده انا خلصت رسالتي. في حاجه صعبه؟ استنى، لازم اتشيك على مين ومين؟ اريا ستيل مينيمم واريا ستيل ماكسيمم. يبقى انا هتشيك على مين؟ اريا ستيل مينيمم واريا ستيل ماكسيمم. لحظه واحده قبل ما تروح تتشيك على اريا ستيل ماكسيمم، انت طالما الار 1، الار 1 بتاعتك دي وقعت هنا خبطت في الكيرف، يعني مش الار 1 بتاعتك وقعت هنا خبطت في الكيرف اهي، يبقى انت كده كده الار 1 بتاعتك اقل من الار ماكسيمم. يبقى ساعتها كده يا باشمهندس انت مش محتاج تعمل تشيك على الاريا ستيل ماكسيمم. يعني انت كده بص هتلاقيه كاتب لك كده على طول ان الاريا ستيل بتاعتك اهو طالما الار 1 اقل من الار 1 ماكسيمم، يبقى انت كده الاريا ستيل بتاعتك اقل من الاريا ستيل ماكسيمم.
اللي هتتشيك عليه هو مين؟ الاريا ستيل ايه؟ الاريا ستيل مينيمم. وده سهل بقى، عملناه 50,000 مره قبل كده. لو انت عايز تتشيك على الاريا ستيل مينيمم، ما عندكش غير القانونين اللي قدامك دول، علامه 2 5 2 2 5 جذر الاف سي يو على الايه؟ الاف يلد. يلا بينا بقى كده ونشوف. انا دلوقتي الاف سي يو اعوض عن الاف سي يو بكام؟ ب 30 اللي جايبهم في المساله، والاف يلد بكام؟ ب 280. طب والبي بتاعتي؟ البي بتاعتي ب 200 والدي بتاعتي 950. تضرب الكلام ده كله في بعضه طلعت 836. افتكر بس ان الاريا ستيل اصلا اللي انت كنت مطلعها، الاريا ستيل اللي انت كنت مطلعها كانت 1899. 1809 وكام؟ و90. يبقى انا كده بمنتهى البساطه اجيب الاريا ستيل الثانيه اهي 1.3 في الاريا ستيل اللي انت مطلعها، طلع لي الرقم ده. الاريا ستيل مينيموم هي الاصغر من الرقمين، انهي الاصغر؟ ال 800 ولا ال 2800؟ يبقى اذا الاريا ستيل مينيموم اللي هو الرقم اللي هو ال 836. الاريا ستيل بتاعتك اكبر الاريا ستيل المينيمم، يبقى انت كده ايه؟ زي الفل. وبكده تبقى المساله خلصت. صعبه؟ اتمنى كده تكون ايه، مساله سهله جدا ما فيهاش اي خالص، ما فيهاش اي مشاكل خالص، الدنيا جميله وبسيطه خالص وزي الفل. طيب نحل مساله كمان، تعال نحل مساله كمان. ادي عندي مساله ثانيه اهي، بيقول لك في المساله اللي قدام سيادتك دي رينفورس الكونكريت كروس سكشن از سبجكتد تو بيندنج مومنت مش عارف كام فاكتورد برضه فاليو 350. طيب يبقى انا هنا عندي الفاكتورد فاليو بكام؟ 350 اهو. يبقى انا عندي الام التيميت ب 350، والبيم عندها الويتس بتاعها ب 250، والريكوايرد مني ان انا اصمم بس المره دي باستخدام الار التيميت والميو. فيها حاجه صعبه دي؟ يبقى انا المره دي مطلوب مني استخدم باستخدام مين؟ الار التيميت والايه؟ والميو. ومديني الاف سي يو ب 25 والاف يلد بكام؟ ب 400. ركز بقى معايا بعد اذن سيادتك، لو سمحت ركز جامد اهي. انا دلوقتي برضو نفس القصه، اروح اجيب الكيرف اللي هو انت بتقول لي عليه ده. يا عم دي الكيرف اهو يا عم بتاع مين؟ الار التيميت والاريا ستيل. طب انا دلوقتي الكيرف ده، هل الكيرف ده هو اللي انا استخدمه الاجابه؟ لا ده مش الكيرف ده خالص. ليه بقى مش الكيرف ده خالص؟ هنا يعني كده دايما الكيرف ده مش موجود مره واحده، الكيرف ده هتلاقيه في الكتاب بتاع دكتور مشهور موجود 50 60 مره مثلا، تمام؟ موجود كتير قوي يعني. المهم ان هو موجود كتير قوي، بيبقى مديك قيمه فوق الاف يلد. فهنا الكيرف ده ينفع للاف يلد 240 والاف يلد 360. انت الاف يلد بتاعتك بكام في المساله؟ الاف يلد بتاعتك هنا في المساله ب 400، يبقى مش الكيرف ده. يبقى انت تروح في الكتاب بتاع دكتور مشهور تدور على الكيرف الثاني اللي فيه القيمه بتاعت مين؟ الاف يلد بكام؟ ب 400. خلاص كده؟ طيب وتشتغل عليه. معلش خلينا اوقف الفيديو واروح اجيب لك الكيرف ده عشان تبقى انت فاهم كل حاجه. تمام انا كده جبت الكيرف اهو، ادي الكيرف بتاعنا، ادي هنا الكيرف كان 240 360. هتلاقي بقى في كيرف ثاني انا جبته اهو، تلاقيه في الصور، حطيت انا هنا في الصور مع السكشن اهو. هتلاقي الكيرف تاني ده بيشتغل على كام ومين بقى؟ بيشتغل على الاف يلد 280 والاف يلد 400. يبقى انت لما تخش دلوقتي، انا اخش بقيمه مين؟ اخش بقيمه الار التيميت، اخش بقيمه الار التيميت هنا كده واخبط في الكيرف بتاع مين؟ الكيرفات بتاعت 400 ولا الكيرفات بتاعت 280؟ لا الكيرفات بتاعت مين؟ ال 400. صعبه؟ كلام جميل قوي. طب انا عشان اجيب الار التيميت لقيت ان انا ام التيميت على البي في الدي سكوير، الام التيميت معايا، البي معايا، الدي مش موجود. انا كده صعب ان انا اعوض في القانون ده. طب تحت اريا ستيل الميو على 100 في البي في الدي. طب برضو انا هنا برضو صعب اشتغل. ليه صعب اشتغل هنا يا باشمهندس؟ انا مش معايا الميو، مش معايا البي، مش معايا، لا معايا البي معايا، مش معايا الميو، مش معايا الدي، مش معايا الاريا ستيل. اذا لازم افرض فرض. فايه الفرض اللي افرضه؟ اسهل حاجه ان انا افرضها افرض مين؟ الميو. اسهل حاجه ان انا افرضها افرض مين يا باشمهندس؟ الميو. فهو هنا جه فرض الميو بكام؟ ب 8 من 10%. تعالى كده لو افترضنا احنا الميو 8 من 10% اللي هي هتبقى القيمه بكام؟ ادي الواحد، ادي الصفر، ادي الاثنين من عشره، يعني تقريبا قيمه صغيره خالص هنا كده. الميو 8 من ايه؟ من 10%. فانت هنا كده فين ال 8 من 10؟ ادي ال 8 من 10. اقوم داخل بقيمه ال 8 من 10 دي، اطلع فوق كده تمام، اخبط في الكيرف. طب 8 من 10 اخش على انهي اف سي يو؟ على حسب هو كان جيفن في المساله الاف سي يو بكام؟ الاف سي يو اللي في المساله كانت 25، الاف سي يو اللي في المساله كانت 25. يبقى انا اخش هنا كده على الكيرف اللي هو بتاع 25 ده تقريبا هنا كده، واروح خابط هنا كده، فهتلاقي ان الار 1 طلعت تقريبا لو دي 2.5 يبقى 2 وكام؟ و6 من 10. يبقى انا كده معايا قيمه الميو 8 من 10 ومعايا قيمه الار 1 بكام؟ ب 2.5. كلام جميل جدا، او ب 2 وكام؟ و6 من 10. يلا بقى نكمل بقيه حل مسالتنا لانها هتبقى مساله سهله جدا ما فيهاش اي ايه؟ ما فيهاش اي مشاكل. جيت هنا يا باشمهندس انا هنا عايز اكمل بقى مسالتي من هنا، رحت جبت اهي ادي القيمه
ادي القيمة هنا كده لو سمحت، هات لي القلم. ادي اوكي، رحت جبت زي ما قلت لك من هنا، رحت طالع 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 طالع، خابط في الايه؟ في القيمة اللي هي بتاعت مين؟ الاف سي يو ب 25. جبت الار التمت طلعت معاك كام؟ ب 2.4. عوض هنا بقى في القانون ده، ان هنا كده ركز بقى معايا بعد سنتك عشان نشوف هنعمل ايه. انا هنا دلوقتي ما عنديش غير المنظر اللي قدامي ده، يلا بينا. انا معايا قيمه الار زي ما احنا عملناها، ادي اللي هي بال 400، قمنا عملنا ايه؟ قلنا دخلنا بالقيمه اللي هي 8 من 10، 8 من 10 اللي هي هنا كده، وخبطنا في ال 25. ايوه ادي 25 هنا كده، وقمت ماشيين كده، طلعت بكام؟ ب 2.4 من 10. طب الكلام جميل قوي. عندي الار التيمت هتساوي ايه بقى؟ اجيبها من الصوره اللي قدامي، بتساوي الام التيمت على البي في الدي سكوير، ام التيمت على البي في الدي سكوير. معاك انت الار التيمت بكام؟ 2.4، والام التيمت بكام؟ 350. هتقدر تضربها بكام؟ في 10 اس 6 على البي بكام؟ على حسب ما هو كان مديك البي في المساله كان بكام؟ لو انا بصيت هنا كده البي اللي مديها لي في المساله ب 250، يبقى انا هعوض هنا بكام؟ ب 250. يبقى انا معايا مجهول واحد اللي هو الدي سكوير. صعبه؟ من هنا اقدر اجيب قيمه الدي، حسب وطلع قيمه الدي، راح تطلع معايا الدي بكام؟ ب 736. الدي بتاعتك طلعت بكام؟ 706. وايه هندسه؟ 736. ادي قيمه الدي. بعد كده اعمل ايه هندسه؟ ولا اي حاجه، ما عندكش غير قانون تاني تروح تعوض فيه، اهو القانون التاني. اريا ستيل بتساوي الميو على 100 في البي في الدي. يبقى الاريا ستيل هتساوي الميو على 100 في البي في الدي. الميو بتاعتك بكام؟ 8 من 10 على 100 في البي، البي اللي احنا لسه قايلين ان هي كانت 250 في الدي، قلنا الدي هنستخدمها قبل التقريب، فهي كانت قبل التقريب كانت قيمتها كام؟ 763، يبقى هتستخدمها بكام؟ 763. 763 من هنا تطلع قيمه مين؟ الاريا ستيل. تلاقيه هو عمل نفس القصه دي بالظبط، وراح من هنا مطلع قيمه مين؟ الاريا ستيل. طلع الاريا ستيل بتاعتك اهي، ادي قيمه الاريا ستيل. طلع بالرقم اللي هو ده 1526. طبعا بعد كده هنقرب الدي بتاعتك، بدل ما هي 763 اقرب حاجه نقرب لاقرب 50، يبقى اقرب 50 اللي هي هتبقى كام؟ 800، فتبقى 800، وبعد كده نزود ال 50 يبقى الدي بتاعتك ب 850. وبقى كده يبقى انت خلصت الايه؟ المساله. عايز طبعا انت تعمل ايه؟ تتشيك على الاريا ستيل مينيمم والاريا ستيل ماكسيمم. طبعا الاريا ستيل ماكسيمم زي ما احنا اتفقنا، لو انا عايز اتشيك على الاريا ستيل ماكسيمم كل اللي هعمله ان انا هكتب السطر اللي قدامك ده، بما ان الميو بتاعتي اللي انا استخدمتها اهي، الميو بتاعتي اللي انا استخدمتها كانت كام؟ 8 من 10%. طب 8 من 10% ده كان اقل من الميو ماكسيم. طالما الميو بتاعتك اقل من الميو ماكسيم، انا عرفت منين ان هي اقل من الميو ماكسيم؟ انا لسه ما رحتش جبتها، مش محتاج تجيبها، طالما هي طلعت جوه الكيرف، طالما انت القيمه بتاعتك طلعت جوه الكيرف ما خرجتش بره الكيرف بتاعك، خلاص يبقى انت كده الميو بتاعتك اقل من الميو ماكسيم، يبقى الاريا ستيل اقل من الاريا ستيل ماكسيم، يبقى انت كده خلصت ايه؟ الدنيا بتاعتك مفيش فيها اي ايه؟ مفيش فيها اي مشاكل. بعد كده عايز تشيك على الاريا ستيل المينيمم، فطبعا نفس القصه اللي احنا عملناها في المثال اللي فات هتعمل تاني، مفيش فايده بقى ان احنا نعيد، ان انت تعوض بقى هنا في القانون بتاع الاريا ستيل المينيمم، مره بالقانون ده ومره بالقانون ده، فهي طلعت 536 و1900. فطبعا مين الكبير؟ مين الكبير؟ الكبير بتاعك اللي هو ال 1900، فانت بتاخد الصغير لانك انت بتحسب مين؟ انا بحسب اريا ستيل المينيمم، فالاريا ستيل المينيمم هتطلع بكام؟ 563. تقارن 563 بالرقم بتاعك، فهتلاقي ان الاريا ستيل بتاعتك اكبر من الاريا ستيل اللي هي المينيمم، يبقى انت كده ايه؟ في الامان. وبكده تبقى المساله دي خلصت. في اي حاجه صعبه؟ كلام جميل، سهل جدا، اسهل مليون مره من القصه الثانيه اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الفيرست برنسبل. اخر مساله هنحلها مع بعض النهارده، اخر مساله هنحلها مع بعض النهارده، عشان كان في مساله زي في الشيت وقعدت واكلين دماغي مش عارفين تحلوها، مع انها مساله سهله. طب تعال نبص كده اهي، ادي المساله دي يا سيدي. بص يا سيدي، هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ديتيرماين ذا فاليو اوف ذا التيميت لود، عايزك لو سمحت تحسب لي الالتيميت لود ده، البي التيميت ده بيساوي كام؟ ذات كان بي ابلايد شون ذا فيجر، مش عارف يوزنج ايه؟ ديزاينز، يعني باستخدام، يعني ايه ديزاين؟ يعني باستخدام معادلات التصميم. وبيقول لك نجلكت ذا اون ويت اوف ذا ايه؟ اوف ذا بيم، ومديني الاف سي يو بكذا والاف فيلد بكذا، ومديني القطاع اللي قدامي ده، يعني القطاع بتاعي جاهز كامل متكامل. دي مساله اناليسيس بقى ولا ديزاين؟ دي مساله اناليسيس مش مساله ديزاين.
ليه مساله اناليسيس مش مساله ديزاين؟ لان هنا المساله معكوسه، انا مديك الاريا سي ومديك الدي ومديك البي، مديك كل حاجه في المساله، وطالب منك ان انت تحسب مين بقى؟ انا ما اعرفش من هنا كده غير احسب حاجه واحده، ايه اللي انا بعرف اعملها؟ ان انا احسب الام التيميت. طب ماشي، استخدم اي كيرف يا باشمهندس، استخدم اي كيرف يريحك اهو. يعني انا مثلا انا مش هستخدم الكيرف ده، انا مش عايز الكيرف ده، انا هستخدم الكيرف الصغنن ده اهو، بلاش السي بي جي، وكمان هات لي الكيرف اللي هو ده اهو، كيرف سهل جدا اللي هو بتاع الار 1 والايه والاوميجا، اهو هستخدم الار 1 والميو. بس خلي بالك لو انت هتستخدم الار 1 والميو تستخدم ده اللي هو 240 و360 على اساس مين؟ على اساس ليه فيلد. يبقى هو ده، هو ده الكيرف بتاعنا، هو ده اللي احنا هنستخدمه. طب يلا بينا بقى، انا دلوقتي لو جيت قلت لك عوض لي هنا، تعرف تجيب الار التيميت؟ الار التيميت بتساوي الام التيميت في البي في الدي سكوير. طب يا عم الذكي، ما انت ما معكش مين اصلا، معكش الام التيميت، يبقى مش دي اللي هتنفع تعوض فيه. اعوض في مين؟ في اللي تحت دي، الله ينور عليك. يبقى انا ابدا مسالتي بسم الله الرحمن الرحيم كده بان انا اكتب، انا والله هو الكيرف ده اللي انا قررت ان اشتغل بيه، القانون بتاع الار التيميت ما عرفتش اعوض فيه، القانون بتاع الاريا ستيل اعرف اعوض فيه ولا ما اعرفش اعوض فيه؟ اعرف اعوض فيه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اريا ستيل هتساوي الميو على 100 في البي في الدي، بسم الله الرحمن الرحيم. اريا ستيل اداها لي في المساله الاريا ستيل، رحت جاي كده باصص كده على الاريا ستيل اللي اداها لي في المساله 1245 اهو، 1245 الميو هي دي اللي انا عايزها، ودي ب 100، البي بكام والدي بكام؟ مديهم لي جيفن في المساله، البي بتاعتي ب 200 والدي بتاعتي ب 700، يبقى في 200 في 700. يلا زي الشاطر كده تروح مطلع لي الاله الحاسبه، بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 4 5 صح الكلام؟ 1 2 4 5 في 100 تمام على 200 على 700، هو دي قيمه مين؟ قيمه الميو. طلعت قيمه الميو تقريبا كام؟ ادي الميو تقريبا علامه 8 9 اهو، قيمه الميو من الاله الحاسبه كام؟ علامه 8 9 اهو. ايه جاي هنا كده جوه الكيرف بتاعي داخل بقيمه الميو علامه 8 9، يعني تقريبا هنا كده اهو، تقريبا ايه؟ تقريبا ادي كده 8 من 10، وادي دي كده ايه؟ 9 من 10 صح الكلام؟ يبقى هنا اطلع 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 واخبط هنا في الكيرف، اخبط في الكيرف بتاعت كام؟ 360 تمام. والاف سي بتاعتي بكام يا باشمهندس؟ الاف سي بتاعتي ب 25، يبقى اهو 8 من 10 احنا قلنا هنا كده، ادي 8 من 10، ادي قلنا 9 من 10 طلعنا وخبطنا تمام، قلنا الاف سي بتاعتي كام؟ انا اسف، الاف سي بتاعتي ب 25 اهو، يبقى انا هنا واخش كده الاف سي يو بتاعتي ب 25، قمت جاي خبط هنا كده 25، يعني تقريبا 2 و2 من 10 تقريبا كام؟ 2 و1 من 10، 2 و2 من 10 على حسب بقى ايه طبعا ايه ما انت هتحسبها او على حسب ما انت بتشوف. فانا طلعتها مثلا وليكن كام؟ 2 وايه؟ 2 و1 من 10، فانا لو طلعتها 2 و1 من 10 دي القيمه بتاعت مين؟ 2 و1 من 10 اهي، هتبقى رسمه، يبقى القيمه بتاعت الار التيميت ب 2 1 من 10. يبقى انا هاجي من هنا اي من هنا واقول له الار التيميت بتساوي 2 1 من 10. طب الار التيميت ده بيساوي مين؟ بيساوي الام التيميت على مين يا هندسه؟ الام التيميت على البي في الدي سكوير، على البي في الدي سكوير. يبقى انا هاجي ام التيميت على البي في الدي سكوير، يبقى بمنتهى البساطه ام التيميت هي دي اللي انا عايزها تمام. وادي هنا تحت البي بكام؟ البي كانت 200 والدي كانت 700 تربيع. يبقى انا هنا كده بمنتهى البساطه هقوم جاي جايب كده ده، ادي الاله الحاسبه 2 و1 من 10 في 200 في 700 في 700 عشان 700 تربيع، طلع بالرقم اللي قدام سيادتك، ايه الرقم الكبير الحلو الامور ده؟ ده الام ايه؟ الام التيميت، هتقسمه على 1000 وتقسمه تاني على 1000. ايه بقى ال 1000 وال 1000 اللي انا قسمت عليهم دول؟ عشان الرقم اللي يطلع لك يبقى هو ده الام التيميت بكام؟ بس كده الرقم انا هقول لك اهو بكام؟ ب 205 205.8 كيلو نيوتن في المتر،
يبقى انا قسمت على 10 اس 6 اللي هم الالف على الالف دي عشان احول من نيوتن في مليمتر لكيلو نيوتن في الايه؟ في المتر. فهتبص هنا بقى كده تلاقيه راح جايب لك قيمه مين؟ الام ار. طلع معاه الام ار بكام؟ ب 237. ده هي كلها نتيجه مين؟ زي ما قلت لك نتيجه التقريبات. انت لما تخش هنا باب الاوميجا تمام واشتغل من ار 1 على حسب بقى ايه؟ انت ايه تظبط. بس لو انت عايز تظبطها بالظبط خلي بالك يعني عايز تطلع الرقم بالظبط في هنا كده هيقول لك ان في بدل ما انت ممكن ما تستخدم ده ممكن تستخدم ايه؟ الجداول. في جداول في الاخر فيها القيم دي كلها. طيب بص معايا جبت انت قيمه الام التمت، هل هو المطلوب كان الام التمت؟ لا المطلوب كان البي التمت. هو انا طيب انا اجيب ازاي البي التمت؟ انا جبت الام التمت بالعافيه زي المساله اللي في بتاعت الشيت اللي هو كان راسمها كده في المساله بتاعت الشيت كان راسم لك دي كده وطالب منك ان انت تجيب مين؟ الدبليو الالتيميت. قال لا وهنا كان طالب منك ان انت تجيب مين؟ البي الالتيميت. طب ما ده سهل يا هندسه، ممكن تقول لي هنا المومنت بيساوي ايه؟ المومنت هيساوي الدبليو الالتيميت في ال سكوير على ال 8. طب ما انت معاك الام الالتيميت عوض في المعادله جيب لي مين؟ جيب لي الدبليو الالتيميت. طب وهنا المومنت هيساوي ايه؟ المومنت هنا هيساوي اول حاجه اروح اجيب الرياكشن، الرياكشن ده هيبقى جه على الاثنين عشان اخد نص، والرياكشن هنا يبقى ايه؟ دي على الاثنين. يبقى المومنت الماكسيم هيطلع حاجه رسمه عامله كده، المومنت ده خليك حافظه دي في ال على ال 4، معاك المومنت تمام؟ معاك ال ال، معاك ال 4، هات مين؟ كنت دي، هتلاقي ان هو ده اللي عمله في المساله هنا، ادي ال ار 1 بعد ما جابها، ادي الام التيميت، راح طلع الام التيميت بتساوي مين في مين في مين؟ بي التيميت في ال ال على ال 4، جاب لك قيمه مين؟ البي التيميت، ويبقى انت كده خلصت حل الايه؟ المساله. اتمنى تكون احنا كده فهمنا ايه؟ كل المسائل وكل الدنيا تبقى ايه واضحة قدام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.